صاحب الذكرى أبو الفضل العباس صلوات الله عليه تميز بالكثير من الكنى: قمر العشيرة، كبش الكتيبة، حامل اللواء، ساقي عطاشا كربلا، لكن أهم لقب عنده هو باب الحوائج. باب الحوائج. ونحن نتكلم بعقيدة، لما نقرأ كربلاء قراءة متأنية، قراءة دقيقة، بعض الأحيان ما ترد إليك روايات، لكنك تنتزع الدليل من قول المعصوم، من فعل المعصوم، لأن فعل المعصوم حجة. الإمام الحسين صلوات الله عليه أرجع جميع الشهداء إلى الخيمة السرادق اللي خلاها إلى الشهداء، كل الشهداء أرجع: جون، حبيب، عابس، خكل، ذاك اليوم كلهم تساووا، ماكو سيد مسود تزورهم أنت تقول بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض، كلهم تساووا، سيد مسود، غني، فقير، عبد، حر. والإمام الحسين مثل ما نقرأ إحنا في الرواية ينزل إلى الشهداء، أكو بعضهم كان في رمق حياة، فيضع الحسين خده على خده فيقول: من مثلي، من مثلي؟ والحسين يضع خده على خدي. يأبنهم بهذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفعلا كانت بيعة مطلقة لله ولرسوله، فكان يرجعهم إلى الخيمة. الوحيد اللي ما رجع إلى الخيمة هو أبو الفضل العباس، خلى على المشرع، ما شاله. أنت تتصور ما القوة التي منعت الحسين؟ الحسين لو ما لو يبغي يشيل أبو فاضل يجيبه مع الشهداء يجيبه، لولا ماكو قوة تمنعه، لكن ترك أخاه على المشرع. وعدنا إحنا لما نقرأ الروايات ليلة العاشر من المحرم، الإمام الحسين يوصي ولده زين العابدين سلام الله عليه، يقول لي: ولدي إحنا نقتل يوم غد، اجي تدفني يوم 13، ادفني في هذا المكان، الرضيع على صدري، ولدي الأكبر عند قدمي، الأنصار في حفيرة، بني هاشم في حفيرة، حبيب في هذا المكان، وإذا جئت المشرع فدفن عمك العباس في مكانه، لا تشيله، لا تجيبه ويا الشهداء، خلي مكانه. وإحنا المؤسسات العسكرية يطيحون قتلى من الطرفين، جون قادة يصير استعادة إلى الجثث، الأولوية في استعادة الجثث إلى من؟ إلى القادة لو الجند؟ أكيد إلى القادة، يستبدلونهم بأسرى، مبالغ مالية، لأن القائد يعتبر رمز إلى المؤسسة العسكرية. العباس وكبش الكتيبة، حامل اللواء، قائد معسكر الإمام الحسين هو أبو الفضل العباس، حامل الراية العظمى، يخليه على المشرع. ونحن نقراها من هذا الجانب: أراد الله تعالى أن يكون للعباس مقاما خاصا به، يكون إلى مكان خاص فيه، لأن أنت لو جابوه دفنوا مع الحسين ولو أفردوا إلى قبر خاص، شي يصير؟ يقولون علماءنا يغطيه قدس المعصوم، المعصوم نور أعظم من نور العباس، لو دفن مع أنصار الحسين لغطاه قدس المعصوم، يعني ما تكون إلى هاي اللي تشوفها اليوم أنت إلى أبو فاضل، ما تصير إلها العظمة إلا اليوم أنت تشوفها، ترى الإمام الحسين واليوم سابع، إذا فاتحين التلفاز تشوفون الزوار عندهم، الله يكتبكم وياهم، طالعين من ضريح الحسين إلى العباس، إذا طلعوا من ضريح الحسين وشافوا ضريح أبو فاضل ينادون وعباسا، يشوفون ضريحة ويطلعون من عند العباس ويرجعون إلى الحسين ينادون وحسينا، هذا اللي يبغي الحسين يبين. أنت مو نحن نقرأ بالزيارة: بذلت غاية المجهود، يعني بعد ما ظل شي ما بذل العباس، ما ظل شي، أولاد قدمهم في كربلاء، نفس أضحى بيها، عاف الماي من أجل إمام زمانه، ما ظل شيء،
وانت تظن العباس بهذا الكرم مع الله، الله أكرم من العباس. هذا اللي حصل بالدنيا، أما بالآخرة ما لا نعلم به له درجة يغبطه عليها جميع الشهداء. هذا كلام المعصوم، جميع الشهداء من غير المعصومين يغبطون العباس على درجته. عندنا رواية: أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة. العباس سلام الله عليه، هذه واحدة. الثانية: إن تظن أنها الكفين إذا قدمتا بين يدي الله الله يردهم، حاشا الله. وأنا أقول لك هالكفين كفي أبي الفاضل قبلهما ثلاثة معصومين، ثلاثة معصومين يقبلون جفوف أبو فاضل. ممكن أنت لو أقول لك معصوم يقبل إيد واحد عادي ما تقبلها مني. النبي صلى الله عليه وآله قبل يد فاطمة صلوات الله عليها، وهذه مفخرة عظمة. لكن إحنا العصمة في ملاكها العقائدي الشرعي 14 معصوم. أخو العباس عند عصمة غير واجبة كما يذهب العلماء، بس الملاك الشرعي 14 معصوم. المعصوم الأول اللي قبل يده هو أمير المؤمنين وهو صغير في حضنة، أخذ أيادي أبو فاضل، أم البنين تراقب شو يسوي أمير المؤمنين، يأخذ أيادي أبو فاضل يقلب أيادي الولد يقبلهم ويخليهم على عينه، أخذ الإيد الثانية قبلها وخلها على عينه. أم البنين تقول له: سيدي أفيهما عيب معيوب الولد؟ قال: لا، ولكنهما ستقطعان في سبيل أخيه الحسين. أم البنين عظيمة، وإلا امرأة ولدي يقتل في سبيل ولد ضرتي ما تقبلها، هذه امرأة عارفة عالمة. هذا المعصوم الأول. المعصوم الثاني الإمام الحسين، حميد ابن مسلم، هذا صحفي ما إليه علاقة بالحرب، يتجول بالمعركة. يقول الحسين كان ينزل المعركة على هيئتين، إذا أراد الوعظ والإرشاد يجي على ناقة لأن الناقة أرفع كأنها منصة، وإذا أراد الحرب أو بشيل واحد من على الأرض من شهدائه ينزل على فرسه. يقول سجلنا بهالكيفيتين إلا بس موقف واحد نزل يمشي، بس موقف واحد، بس موقف واحد. متى؟ يقول لما طاح أبو فاضل ونادى عليه من على المشرع: نادى أخويا. ويا معذبها من لسان أبو فاضل، تعرف أنت من صغر إلى كربلة ما قال أخويا، ما قال أخوي، ينادي سيدي مولاي يا ابن رسول الله يا ابن الزهراء يا ابن أمير المؤمنين. وفي كربلة بس نادى أخوي حسين. ولذلك الحسين لما وصل إلى مصرعه قال: أعدها ما أعذبها من لسانك. يقول بس لما طاح أبو فاضل نزل يمشي الحسين، حاط إيده على خاصرته. إحنا نقراها بعد من هالجانب، ليش ما صعد الحسين لا على جواد لا على ناقة؟ هو الحسين في جلد يركب على جواد ويسمع صوت العباس ينادي وفي أمان الله؟ ما يقدر. هو روح على المشرعة يقول لي اركب بنفسي أنت، بنفسي أنت. تعرف وش معناتها؟ معناتها أروح إليك فدا، أفديك بنفسي. هذا المعصوم يحاكي العباس. يقول حميد بن مسلم يمشي الحسين خطوات يلتقط شيئا من الأرض يقبله ويضم إلى صدره، مشى شوية نزل إلى الأرض التقط شيئا قبله ووضعه في صدره احتضنه. يقول مسلم أمعنت النظر عندما اقترب الحسين من أخيه وإذا بهما كفي أبي الفضل العباس. شفوف أبو فاضل. من هو المعصوم الثالث؟ زين العابدين سيد الساجدين. لما إجي يدفن الأجسام، لما إجي يدفن الأجسام
إيه إحنا اليوم ما تم على أبو فاضل من أول المجلس إلى آخره ما تم على أبو فاضل، ونسأل الله بحق باب الحوائج نظرة نظرة من قمر بني هاشم. كلكم عندكم مرضى اليوم سابع بعد. اليوم يومه أبو فاضل، اليوم يومه أبو فاضل. نظرة عاد على شيعتكم، أكو عندنا نساء والله قلوبهم متقطعة على أولادهم، عندنا مرضى، عندنا محتاجين إلى الدعاء، هذا يومهم، هذا يوم الدعاء. باب الحوائج يا أبو فاضل هذا يومك. بني أسد يقولون لما جزين العابدين يدفن الأجساد، يقولون أعناه على جميع الأجساد إلا عندما وصل إلى جسد الحسين قال تنحوا إن معي من يعينني. يقولون لملم أشلاء أبوه ونزلهم بالقبور. بني أسد يقولون إحنا بعيد، لأن إحنا المعصوم لا يلي أمر المعصوم إلا معصوم مثله. أكو بعض الأمور ما ندركها إحنا، لكن ساعات تأخذنا العاطفة. واحد يسأل الإمام الصادق يقول لي لو نبشنا قبر الحسين ماذا نجد؟ قال لي أسكت فلقد سألت عن شيء عظيم، أنت تقول في زيارة المعصوم أشهد أن دمك سكن الخلد. يقولوا نزل أبوه لكن تأخر عنده ما نسمع إليه صوت، خفنا مات الإمام. هذا مو دافن جسد صحيح يا جماعة. يقولون جينا نشوف الإمام زين العابدين وش في، اسمعها اسمعها، وإذا بالإمام متمدد وي أشلاء أبوه ومخلفة مع على منحر الحسين. يقولون دفن أبوه، دفن أبوه وراح على المشرعة وإحنا ويا نمشي، إحنا ويا نمشي. لما إجى إلى عم العباس بغينا نعينه قال تنحوا فإن معي من يعينني. يقولون شال عمه ونزل بقبره وشال شفوف أبو فاضل وقام يقبلهم وخلاهم على صدر عمه. وهو تقول لي هالكفين مو باب الحوائج هذا؟ هذا مو باب الحوائج؟ والله بصدق نية بعقيدة اسأل الله بحقه شوف الله يعطيك لولا. العباس ما خل شي، بذلت غاية المجهود، لكن مو أكرم من الله العباس. وأقول لك أنا لا تقسم عليه بأم البنين ولا بغيرها، قل لي بحرقة قلب زينب، قل لي بأختك زينب، بضيعة زينب، اقسم عليه بزينب. انت تظن زينب بس اخت الى العباس كانت؟ لا يا حبيبي، زينب كانت الام والاخت والمربية. ابو فاضل ولده في اي سنة؟ سنة 26 للهجرة. زينب عمر، زينب ولدت في السنة 5 للهجرة، يعني كم عمرها؟ 21 سنة. احنا مجتمعاتنا مجتمعات عربية، البنت اللي عمرها 20 19 18 يجيها أخو صغير هي تربي ويا أمها إذا موجودة بالبيت، صح لو لا؟ هاي مجتمعاتنا. صاحب بطل العلقمي يقول زينب حاملتنا على ذراعها يهش في وجهها وجايبتنا إلى أمير المؤمنين باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله. تقول لي أبويا ما لي أرى قلبي قد تعلق بهذا الغلام، عندي أخوان ما شاء الله أني، بس هذا ما أقدر أفارق أبويا. قال لها بنية تعلقي به فإنه كفيلك وستخرجين من المدينة بكفالته ولكن سترجعين خالية منه. أبا يتركني أم أتركه؟ قال بل تتركينه على المسنات مقطوع اليمين والشمال.
احنا نستأذن علمائنا كبار المحققين عن بعض الروايات إلا نقراها. أكو رواية تقول سنة 40 للهجرة، ليلة 20 من شهر رمضان، يعني ليلة وصية أمير المؤمنين، أوصى وصية عامة وأوصى وصية خاصة أمير المؤمنين. من ضمن وصاياه التفت إلى أولاده قال أريد أولاد فاطمة، عندي وياهم وصية. طلعوا بقى الحسن، الحسين، زينب، أم كلثوم، وبقية أولاده قاموا يطلعون، بقية أولاده وبناته قاموا يطلعون واحد ورا الثاني. أبو فاضل يبغي يطلع، قال لي عباس وين رايح؟ قال لي أبويا أنت طلبت أبناء فاطمة، قال وأنت ابن فاطمة. أنت مو سامع بالمحشر الزهرة ما ترفع إلا ظلامته، هذا ترفع ظلامة أبو فاضل، تنسى ظلحة، ما تسأل عنه، ما تسأل عن أحد إلا ترفع كفين قطيعتين. يجيها النداء فاطمة نسيتين كل المصايب ورافعة كفين قطيعتين، تقول لي إلهي هذه أمك أسبع علي جميل في الدنيا، رجع الناعي ولا سألت عن أولادها، قالت أسأل عن الحسين، بس الحسين. الله الله يا أبو فاضل، ما سألت إلا عنك يوم القيامة. فإجى إلى أبوه حط إيده بإيد زينب، قال بني أوصيك بزينب خيرا، أنت الكافل أنت، قال لأنعمنك عينا. صاحب معالي السبطين ينقل هالرواية، يقول بعد قال لي بني ضع رأسك على صدري، خلى رأسه على صدر أبوه، قال لي بني أبغي أوصيك وصية لكن احتفظها. بلى أبويا، قال إذا ملكت المشرع لا تشرب الماء قبل الحسين. ولدي أنا أبغي يصير إليك مقام عظيم وما تنال إلا إذا دبيت الماء من إيدك وقلت شلون أشرب وأخوي حسين. لذلك الحسين ما رخصه، ما رخص الحسين، كل ما أراد الرخصة الإمام الحسين أرجعه إلى الخيمة. أخوة مو أخوة، مو نتكلم عن أي أخو، إحنا العباس ما ينظر إلى الأخوة النسبية، أخوة الأخ مع أخوه من أمه وأبوه، أخوة إيمانية، أخوة إيمانية مثل أخوة النبي مع علي، أخوة الحسين مع العباس كالنبي مع أمير المؤمنين، وقد كان له كعلي للنبي. عارف عارف العباس في إحدى ليالي كربلاء، يقولون الحسين في خيمته مع أصحابه مع أهل بيته، وإذا بالشمر ينادي أين بنو عمومتنا. شمر ترى من بني كلاب، يعني إلى نسب مع أم البنين وإن كان من بعيد، وشتان بين الاثنين. العباس طأطأ رأسه قال لي الحسين أجب الرجل وإن كان فاسقا. قام إلى العباس قال لي ما تريد يا شمر؟ قال هذا أمان ولإخوتك من الأمير وأنا بضمانتي. اتركوا الحسين، أخذ العباس الأمان وقام يمزقه، قال لعنك الله يا شمر ولعن أمانك، أتأمنني على نفسي وابن رسول، ما قال أخوي، وابن رسول الله لا أمان له. اسمع اسمع هذه من عند أبو فاضل، يقول لي أتأمنني لأن أمي فاطمة الكلابية؟ والله لو ملأتم الدنيا بمثل أمي ما عادلت أمه فاطمة بنت محمد. صلوا على محمد وآل محمد. يرجع إلى الخيمة ما رخصه، قاعد بزاوية من زوايا الخيمة وراسه بين ركبتين، زينب بخيمتها
الأطفال أحاطوا بها، النساء عند زينب، هذه تنادي عمتي أني عطشانة، هذه تقول زينب مولاتي ولدي بموت من العطش، وزينب ما تحكي، ما في إلا دمعتها تخر من عيونها. شوية وإذا الرباب تدخل عليهم ولافة طفلها في عبايتها، إجت وقفت على رأس زينب، ما حكت ويا زينب، أخذت الرضيع وخلت بحضن زينب، وعيون زينب معلقة على الرباب، شو تسوي؟ خلت الطفل تبغي تطلع من الخيمة. زينب ما التفتت إلى الطفل، عيونها على الرباب. رباب مرمرتوني يا رباب، مو كافنك هالأطفال كلها، مو كافنك هالأيتام الأطفال النساء. قالت سيدتي والله مو جرأة عليك، ولكن خذوا طفلكم يموت عندكم، أني أم ما أقدر أشوف ولدي يموت. إيه النساء اللي يسمعون يعرفون المعنى أكثر. المرأة علاقتها بالطفل، الطفل ما يقدر يحكي، إذا يحتاج أمه، إذا عطشان شي يسوي الطفل؟ يبكي. وإذا بكى الطفل يشوف الأم تفز من نومه، لو في أحلى نومة تروح إلى ولدها. أنت تعرف الروايات تقول عبد الله الرضيع ما كان يقدر يبكي، حتى البكى ما يقدر يبكي من العطش. زينب طالعت الرضيع وإذا به يلوك لسانه، دالع لسانه بأبي وأمي، وعينه غارت في رأسه. قالت لها رباب تعالي تعالي نروح إلى صاحب الغيرة والحمية، خلينا نروح لأبو فاضل، ما يرضى أبو فاضل. أبو فاضل بخيمته وإذا يسمع زلزلة زلزلة من البكاء جاية إليه، سواد من النسوان تقدمهم زينب، ونين بكاء. قام أبو فاضل فتح الخيمة وإذا بزينب ويا النساء، خلت الطفل في إيد أخوها، قالت أخوي ولد أخوك بموت وأنت بالخيمة، قوم يا أبو فاضل ترضى شيمكم، يموتون الأطفال والنساء وأنت بالخيمة. قال أختي أنا وإيش بيدي، كل ما أطلب الرخصة من الحسين رجعني إلى الخيمة، كل ما أطلب الرخصة من الحسين أرجعني، شو سوي أختي؟ قالت أبو فاضل قوم أني آخذ إليك الرخصة من أخوك الحسين. حطت إيدها بإيد أبو فاضل وأعطت الطفل إلى سكينة أخوها، وطلعوا كلهم وإجوا إلى الحسين، وقفت زينب والعباس على رأس الحسين. أبا عبد الله ترى النساء بتموت، الأطفال هلكت. أبو فاضل السوى انحنى على قدم الحسين ووضع خد على قدم أخي، رخصني أبو علي، رخصني أبا عبد الله. انكسر قلب الحسين، قال إذا كل ولابد اطلب لهؤلاء النساء والأطفال قليلا من الماء. حصل الرخصة أبو فاضل، طلع من الخيمة قال زينب وين الجود؟ جيب القربة، حصلت الرخصة يا زينب، أخوك رايح إلى المعركة.